هاجمها قدام المتابعين وقال لها بقالي سنين مستحمل قرفك وكفاية لحد كده. لكن المفاجأة كانت في تعليقه على حكم حبسها، جدل كبير بسبب محمد الترك طليق دنيا بطمة مش هتصدق اللي عمله. تصريحات مثيرة من محمد الترك طليق الفنانة دنيا بطمة بعد أزمتها الأخيرة والحكم بحبسها. الترك قرر يعلق على حبس دنيا وقال في فيديو لي: أنا ما تمناش السجن لأي حد سواء كان قريب أو حبيب أو عدو، دي حاجة توجع القلب، ربنا يصبر أهلها ويصبر الناس اللي بتحبها. كمان رد الترك على المنتقدين ليه بعد مهاجمته لدنيا وقال: أنا مش هرد على اللي بيهاجموني وما طلعتش أتكلم في الموضوع ده، لكن أنا قادر أحافظ على حياتي الشخصية ومحدش يتدخل فيها. الناس كانت مستنياني أطلع عشمت في سجن دنيا بطمة، لكن أنا مش هعمل كده لأن الدنيا دوارة. اليوم ضحكت على غيرك بكرة يضحك عليك مليون. محمد الترك كان سبب في صدمة المتابعين بعد مهاجمته لطليقته دنيا في فيديو سابق ليه، وده في أعقاب أزمتها الشهيرة الخاصة بالحساب الوهمي والحكم عليها. كمان محمد ظهر في الوقت ده في فيديو وقال في رسالة صادمة لدنيا: إذا أكرمت اللئيم تمرد ابكي ومثلي على الشعب المغربي، ولكن تجيبي اسمي لأ. أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني إن كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كده عيلتك وأولهم أختك. وقال كمان الترك في رسالته: 9 سنين مستحملك بقرفك بسخافتك بوساخة قلبك بتقلي دمك انت وعيلتك وكل حاجة اللي بتخطر على بال الكافر ما يستحملهاش وانا استحملتها. بتقولي عني ببيع اخبارك، عندك ايه اخبار علشان ابيعهم؟ انت اللي مفضيح، انت اللي بتفضحي نفسك، كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك، كم مرة وقعتي، كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش، والناس كرهتك وكرهتني معاكي. الترك ما اكتفاش بكده، لكن كمان شن هجوم قاسي على دنيا وقال: في بيتكم كنت بتعيشوا على لمبة واحدة علشان التوفير، ولما حد كان بيمرض ما كنتوش بتجيبوا له دواء، انا اللي كنت بجيب، وعملت عملية جدتك لعيونها، خالك انا اللي عامل عمليته، بناتي حرماني منهم سنة ونص اللي هم مش في بالك اصلا، وخالتك اللي بتربيهم، وانت بحفلاتك وبتشوفيهم بالشهر مرة، بتمثلي ليه انك مظلومة ومقهورة؟ مثلي بدموعك على الناس طول عمرك كده من يوم معرفتك، وانا في مشاكل وهاخد بناتي منك بالانتربول اللي بيصدقوا دموعك المزيفة عيلتك اللي مستوى ذكائهم 3%. كنت بتكسف اقول اسمك من افعالك، عرفتك على امراء وشعراء وناس ليهم قيمة، بناتي هاخدهم اربيهم مع ام متعلمة مش جهلة تلبس النظارة وتقعد على الانستجرام بالساعات. الساعات اللي فاتت كان في حكم بحبس دنيا بطمة، وفعلا تم القبض عليها بعد ما قضت المحكمة بحبسها في قضية حساب حمزة مون بيبي اللي كان بيستخدم في النصب وأعمال منافية، وفعلا اتحكم ضدها بالحبس وغرامة مالية تقدر ب10,000 درهم، وتم ضبطها من قبل السلطات المغربية، وأظهرت عدد من الفيديوهات والصور لحظة القبض على دنيا.